لهذه العمامة شروطا، وهذه الشروط منها ما هو مختلف فيه ومنها ما ليس بمختلف فيه فيما نعلم. أولا، يشترط في المسح على العمامة التوقيت، وذلك أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ويدل لهذا ما جاء عند الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين في الإقامة يوما وليلة وفي السفر ثلاثا، وخالف البعض فقالوا لا توقيت فيها مستدلين بالأصل، والأصل هو عدم الدليل على التوقيت، فليمسح على العمامة ما دام لابسا لها، وهذا هو الصواب. أما الحديث الذي استدل به فهو حديث ضعيف. الشرط الثاني، يشترط أن تلبس على طهارة، وذلك قياسا على المسح على الخفين، ولكن الصواب كما هو الرأي الآخر، لا يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة، وذلك لعدم الدليل. قد فعل عليه الصلاة والسلام المسح وأمر به، ولم يأتي دليل صريح صحيح في اشتراط ذلك. وأما قياس العمامة على الخفين فقياس مع الفارق، ذلك لأن الأصل في القدم هو الغسل، والأصل في الرأس هو المسح، ولذا ففي المسح على العمامة ليس فيه فرع ولا أصل. ويكفي في رد هذا القياس وجود الفعل والأمر منه عليه الصلاة والسلام للمسح على الخفين وللعمامة، وقد فرق بينهما. فلو كانت العمامة كالمسح على الخفين في اشتراط الطهارة لأوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بالقاعدة الأصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة منه عليه الصلاة والسلام لا يجوز. الشرط الثالث، أن تكون محنكة، وذلك أن يدار بعض أجزائها تحت الحنك. ودليل هذا الشرط ما يأتي. أولا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتلحي ونهى عن الاقتعاض، والنهي عن الاقتعاض هو المسح على العمامة دون أن تدار تحت الحنك كما هو مفهوم الأمر بالتلحي. الدليل الثاني، أن هذه العمامة هي عمامة المسلمين، فقد تعارف المسلمون على وضع جزء من هذه العمامة تحت الحنك. الدليل الثالث، أن وضعها تحت الحنك فيه علة المسح على العمامة، وهي المشقة، فمشقة نزعها تجيز المسح عليها. القول الثاني، أنه يجوز أن يمسح على العمامة دون أن تكون محنكة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، وهذا مطلق فيشمل أي عمامة، كما في أمره عليه الصلاة والسلام للسرية بالمسح على العصائب، والعصائب كما سبق كل ما يعصب على الرأس. وأما ما استدل به فإن هذا الحديث المذكور أولا لا يعرف له مستند، ولا يعرف من رواه من أهل الحديث، وإنما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث. ثانيا، إن قولكم بأن هذه هي إمامة المسلمين لا يمنع أن يمسح على إمامة لا يلبسها المسلمون، حتى ولو كانت إمامة يلبسها أهل الذمة، وذلك لأن أهل الذمة كما نقل ابن قدامة، ذلك أن أهل الذمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنكون، فكونها إمامة أهل الذمة لا يدل على عدم المنع، فيجوز له المسح
ويكون آثما بالتشبه بالكفار، كما لو لبس الحرير وصلى، وكما لو صلى في أرض مغصوبة، فإن صلاته تصح مع الإثم على القول الراجح. أما قولكم بأن علة المسح هي مشقة النزع فلا نسلم بهذا لعدم وجود نص صريح لهذه العلة، وهي علة مقبولة لكن لا يحصر الحكم فيها، وذلك لأن هناك علة أخرى وهي علة وجود الضرر ولو سهل نزعها، وذلك كأن يعرق الرأس في شدة البرد، فلو سهل نزعها لتضرر، ولا شك أن هذا مقصود في المسح على العمامة. ومن شروط المسح على العمامة أن تكون ذات ذؤابة، والذؤابة أن يرخي طرفا منها خلف ظهره، وذلك لأن جعل الذؤابة خلف الظهر هي صفة إمامة المسلمين، ولكن الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط لما سبق في الشرط السابق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في زاد المعاد إذ ذكر ابن القيم رحمه الله عنه قولا تحت حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل في المنام، وأول هذا الحديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، فوضع يده على كتفي فوجدت بردها بين ثدي الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذا الحديث اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام العمامة ذات الذؤابة. قال ابن القيم رحمه الله ولم أرى هذه الفائدة لغيره رحمه الله. ومن شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره، وأما إذا لم تجر العادة بستر شيء من الرأس في العمامة كمقدمة الرأس وجوانبيه والأذنين فإنه يجوز المسح عليها حتى مع ظهور هذه الأشياء، وتكون العادة محكمة. ويدل لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستر ناصيته، مسح عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العمامة. فهذه شروط المسح على العمامة وما جرى فيها من خلاف بين العلماء. وإذا قيل بجواز المسح على العمامة فيجوز مسح أكثرها، والسنة أن يمسح معها ما ظهر من الرأس ولا يجب.